الصرف أيضا له كتب تختلف باختلاف مراحل دراسته، فالمبتدئون لهم كتب، والمتوسطون لهم كتب، والكبار لهم كتب. فالمبتدئون لهم كتب، من الكتب القديمة في ذلك كتاب يسمى التصريف العزي، وهو لعز الدين عبد الوهاب الزنجاني، وعليه شرح للجرجاني وشرح آخر للتفتزاني، ولي أنا أيضا كتاب اسمه الصرف الصغير، وهو في يعني أو ورقات قليلة، ولي عليه شرح أيضا مسموع في النت وسينزل إن شاء الله مطبوعا. أما المتوسطون فمن الكتب التي تذكر للمتوسطين كتاب شذ العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي وهو معاصر، وكتاب تهذيب التوضيح لأحمد المراغي ومحمد علي، وهو كتاب معاصر لكنه تهذيب لأوضح المسالك، أوضح المسالك لابن هشام، هذب ما فيه من مسائل الصرف. والكبار لهم الشافية لابن الحاجب، وعليها شرح مشهور للرضي، أو أواخر ألفية ابن مالك، فابن مالك وضع ألفيته في النحو والتصريف، فأكثرها في النحو وآخرها كان في الصرف، فيمكن أن يدرس الصرف من أواخر ألفية ابن مالك.